أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي من منهج أبارت يونت 2، معكم مستر مات فوزي. النهاردة ميعادنا مع يونت 12 بتتكلم على كار كالتشر. زي ما اتعودنا طبعا هنبدأ بالفوكاب، الكلمات المهمة الموجودة على اليونت، ونشرح مع بعضين الجرامر ستادي، ونحل مع بعضين اكسرسايزز تشوز وري رايت. يونت 12 بتتكلم على كار كالتشر. نبدأ بالكلمات المهمة الموجودة ليه على اليونت. get to work يعني يصل إلى العمل، road works أعمال إصلاح الطرق، traffic cones اللي هي أقمع المرور، accident حادث، road accident يعني حادث طريق، traffic accident حادث سير، traffic jam اللي هو التكدس المروري، heavy traffic اللي هو المرور المزدحم، go up by 30% يعني ارتفع بمعدل 30%، كربون مون اوكسايد اللي هو اول اكسيد الكربون، اتموسفير اللي هو الجو، اير بوليوشن اللي هو تلوث الهواء، كاري اون يعني واصل او يستمر فيه، كونفس يعني يعترف، ادكتد يعني مدمن او معتاد على شيء بشده، ادكشن تو اللي هو الادمان، جيف اب يتخلى عن او يبطل، keep you fit يعني حافظ على لياقتك، bad for يعني سيء لي، good for يعني جيد لي، on average يعني في المتوسط، save your money يوفر نقودك، figures اللي هي أرقام إحصائية، occupy يعني يحتل أو يأخذ مكان، much cheaper يعني أرخص بكثير جدا، زيبرا كروسنج اللي هو علامات عبور المشاة، pedestrian area اللي هي منطقة أمان المشاة، sit around يعني يجلس ولا يفعل شيء، motorway طريق سريع، speed limit اللي هي حد السرعة، make excuses يعني يعطي أعذار، around the corner يعني على الناصية أو بالقرب، on the other side of على الجانب الآخر من، public transport اللي هي المواصلات العامة، take action يعني اتخذ إجراء، city council أو مجلس المدينة، advantages هنا يعني مميزات، disadvantages هنا يعني عيوب، convenient يعني ملائم أو مريح، short car journey يعني رحلة قصيرة بالسيارة، health effects يعني آثار صحية، road dis اللي هو وفيات حوادث الطريق، physical exercise يعني تمرينات بدنية، stuck in traffic يعني محتجز في زحام المرور، on the road يعني على الطريق. الجزء اللي بعد كده هو words that go together، كلمات طبعا بتيجي مع بعضيها. لما اقول have a conversation يعني يتحاور، make excuses يعني يعطى اعذار، take someone time to يعني يستغرق وقتا لي، take action يعني تصرف، keep fit يحافظ على اللياقة، go up by 30% يعني ارتفع بمعدل 30%، go down by 20% معناها ينخفض بمعدل 20%، around the corner على الناصية، main cause يعني السبب الرئيسي، carbon monoxide اللي هو أول أكسيد الكربون، car accident حادث سيارة، road accident اللي هو حادث الطريق، traffic accident اللي هو حادث السير، leg bar اللي هو السير على الأقدام، heavy traffic اللي هو المرور المزدحم، traffic jam اللي هو التكدس المروري، public transport اللي هو المواصلات العامة، air pollution التلوث الهواء، zebra crossing اللي هو عبور المشاة، speed limit اللي هي حد السرعة. بعض البروبوزيشنز والاكسبريشنز اللي هي الحروف الجر واللي التعبيرات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. لما اقول advantages of buses over cars يعني مزايا الاتوبيسات على السيارات، لما تيجي هتسأل طبعا او تستخدمها في جملة او سؤال بتقول what are the advantages of using buses over using cars، يعني هي مزايا استخدام الاتوبيسات على السيارات. have effect on يعني له تأثير على، لما قول what effects does traffic have on people يعني ايه هي التأثيرات اللي هي ايه بتاع المرور على الناس.
take someone time to plus infinitive لما أقول it took me 40 minutes يعني كلفني أو خد مني حوالي عن 40 دقيقة to get to work عشان أصل للعمل this morning. carry on carry on هنا يجي بعدها verb بس ing يعني يستمر. لما أقول we know that cars cause pollution يعني إحنا عارفين إن السيارات بتسبب البوليوشن اللي هو التلوث but we carry on using them ومع ذلك إحنا إيه مستمرين في استخدامهم. بعد البروبوزيشن اللي هي stuck in طبعا يعني هو محتبس في on average on the road على الطريق get to يصل إلى go up pick up give up carry on do about addicted to effect on danger of ده بالنسبة لكل الفوكاب والبروبوزيشن والحاجات اللي كانت معايا على ايه اليونت. الجزء اللي معانا بعد كده بيتكلم عنا اللينكينج ووردز اللي هي ايه كلمات الربط. طبعا احنا بنستخدم كلمات الربط زي تو معنا ايضا بتيجي بنهاية الجملة المثبتة في نهاية الجملة ايه المثبتة. طيب وعندي هنا ايزر طب ايزر معناها ايضا بس هنا بتيجي في نهاية الجملة ايه المنفية. عندي بعد كده also also هنا برضو معناها ايضا بس خد بالك ان هي بتيجي بعد verb to be comes after verb to be او models اللي هي can او have او has والكلام ده كله and before the main verb وقبل الفعل ايه الرئيسي. طيب تعال نشوف اللي بعد كده اللي هي plus. بلس هنا معناها زائد ودي تربط عدد another word or phrase بتربط جملة جديدة او كلمة جديدة. as well as معناها بالاضافة الى ودي طبعا used to add another word ودي بتستخدم عشان برضو تضيف كلمة جديدة او phrase يعني زيها زي بلس. طيب عندي in addition in addition هنا معناها بالإضافة ودي used to add another sentence ودي تربط برضو جملة جديدة تربط جملة جديدة. لو احنا رجعنا مع بعض هنا خدنا بالنا في الاكزامبلز هنلاقي هنا بيقول لي we went to the shopping center يعني احنا ذهبنا الى الشوبينج سنتر and to the zoo. هنا ربطت بعند ايه ضفت ايه جملة جديدة او كلمة جديدة. فالهم اللي بعدها بيقولوا we went to the shopping center and to the zoo too حطيت to هنا في نهاية الجملة ايه المثبتة. طيب هنا بيقول لي we went to the shopping center plus the zoo حطيت هنا ايه plus معناها زاد. we didn't go to the shopping center يعني احنا ما رحناش الشوبينج سنتر. we didn't go to the zoo ما رحناش الزو either هذه جت في نهاية الجملة ايه النيجاتيف المنفية. بيقول لي we went to the shopping center رحنا الشوبينج سنتر as well as the zoo كده هنا ربطناها زيها زي عند بالظبط. we went to the shopping center in addition we went to the zoo كده استخدمناها لإضافة جملة ايه جديدة. الجزء اللي بعد كده هي طبعا هنتكلم على although although هنا يعني بالرغم من و even even though رغبا و despite يعني بالرغم برضو و in spite of يعني مع الرغم او بالرغم من و however يعني مع ذلك ودي برضو linking words اوكي ودي بنستخدمها ازاي. اللي هنا لما بنستخدم although and even though الاثنين مع بعض اللي بنستخدم we use clause or a subject ذات verb يعني جملة ايه كاملة. طيب despite and spite of بيجي بعدهم طبعا noun or gerund ايه يعني بيجي بعدهم اسم او verb plus ing. طيب however طبعا هنا معناها ايه مع ذلك ودي بتستخدم at the beginning of the end of the second sentence يعني بتستخدم في بداية or نهاية ايه الجملة الاخرى او الجملة التانية. تعال نشوف الكلام ده يقول طبعا احنا عارفين ان بط جملة اعتراضية يعني بتربط
two sentences different, جملتين ايه مختلفتين. لما اقول he's very rich but he isn't happy، يبقى انا حطيت but هنا فين؟ في النص. طب اللي بعديها هنا although، although هنا بالرغم من هيجي بعدها ايه two sentence. لما اقول هو although he is very rich، بالرغم ان هو بيكون غني he isn't happy، يعني هو مش مبسوط. طب however، however هنا تربط جملتين بس بتيجي في نهاية الجملة الأولى وبداية الجملة التانية، وقبليها هنا فول ستوب نقطة وبعدها ايه كوما. he is very rich however he isn't happy. طب in spite of مستر قال لك ان spite of يجي بعدها verb plus ing، يجي بعدها noun. لما اقول in spite of بالرغم من being rich ان هو بيكون غني he isn't happy، يعني هو مش مبسوط. اوكي ده بالنسبة ليه لللينكن جوردس اللي كانت ايه معانا. الجزء اللي معايا بعد كده بيتكلم على الجنرال براكتس، هنتدرب على الكلام اللي احنا خدناه ده. اول سؤال معانا في التشوز نمبر 1 بيقول the amount of chemical produced by cars، كمية المواد الكيميائية اللي بتنتج بسبب السيارات has increased، سببت ايه؟ سببت طبعا هنا air pollution اللي هو التلوث الهوائي. فنمبر 2 بيقول الترافيك از وان اوف ذا ميجر، طبعا المرور يعتبر واحد من الاسباب الرئيسية اللي بتسبب of climate change اللي هو التغير المناخ and global warming اللي هو الاحتباسية الحرارية. طبعا هنا ايه causes او causes هنا يعني اسباب تغير المناخ والاحتباس الحراري. في نمبر 3 بيقول الترافيك از وان اوف ذا ميجر، طبعا قلناها نمبر 3. نمبر 2 نمبر 3 بيقول many children in Britain، بعض الأطفال في بريطانيا suffer from breathing difficulties، بيعانوا من مشاكل في التنفس is one of the main، وده واحد من الأسباب الرئيسية اللي هي ايه بقى of heavy traffic المرور أو الزحام المرور in Britain في بريطانيا. ده طبعا اللي هو ال health effects اللي هو تأثيرات الصحة. فنمبر 4 بيقول we stuck in traffic jams every morning، يعني هنا انا استخدم get يبقى get stuck، والحاجات دي خدناها طبعا فين؟ في الكلمات اللي خدناها من شوية. most people get to work stressed out، يعني بعض الناس بيروح الشغل عصبيين ومضغوطين because of، وده سبب بيه طبعا بيكون سبب ال heavy traffic. heavy traffic اللي هو هنا الازدحام المروري. فنمبر 8 6 power and regular exercise cuts the risk of heart disease by 50%. طبعا اللي هو الليج باور، الليج ايه باور اللي هو السير على الاقدام، طبعا ده ايه بيساعد طبعا ان هو يقلل الاصابه بيه بمرض القلب حوالي 50%. فنمبر 7 بيقول it takes a long time، يعني ياخد منك وقت كتير to get work ان انت تصل للعمل where I live because of، وده بسبب ايه؟ بسبب طبعا اللي هو ال heavy traffic اللي هو الازدحام المروري. فنمبر 8 more children are getting ill، معظم الاطفال طبعا بيصابوا بالمرض because of the، وده بسبب ايه؟ بسبب اللي هو ال air pollution اللي هو التلوث الهوائي. نمبر 9 if you can't share cars then go buy، لو انت مش هتقدروا تشاركوا مع بعضكم السيارات تقدر تروح ترانسبورت اللي هو البابليك ترانسبورت اللي هو النقل العام. نمبر 10 some people use cars، بعض الناس بتستخدم السيارات even for journeys when they could easily walk، طبعا هتبقى ايه short journeys اللي هي رحلات قصيرة جدا، يعني بالرغم ان راحت قصيرة لكن هما بيستخدموا السيارات لانهم ما بيقدروش ايه بسهولة ان هما يمشوا، او يقدروا بسهولة ان هما يمشوا مع ذلك بيستخدموا ايه السيارات. فنمبر ريفين بيقول some people are using their cars، بعض الناس بيستخدموا سياراتهم less يعني قليلا because the price of petrol، لان طبعا اسعار البنزين has طبعا عايز يقول ان اسعار البنزين قلت جدا، طبعا هناخد ايه gone up has gone up.
يعني ارتفعت. نمبر 12 بيقول using public transport can be، يعني استخدام طبعا اللي هو النقل الجماعي او النقل العام can be convenient but it is better for the environment، يعني ممكن يكون less convenient اقل ملائمة لكن هيكون احسن طبعا بالنسبة للانفايرمنت اللي هي البيئة. نمبر 13 it me over 2 hours to get to work this morning، طبعا انا عايز يقول لك ان هو خد منه حوالي عن ساعتين علشان يصل للعمل اللي هي توك مي. نمبر 14 they put traffic when there are some road workers، بيحطوا ايه لما يكون في اعمال بالطرق اللي هي ايه الكونز اللي هي طبعا ايه الاقماع. نمبر 15 why do you carry on، ليه انت بتستمر your little sister، طبعا هنا بيجي بعدها فيرب بلس اي ان جي اللي هي annoying، carry on annoying يعني بيستمر في مضايقة أخته الصغيرة. 16 most people are addicted، طبعا addicted هنا معناها مدمن، ليه احنا قلنا تيجي تاخد preposition ايه to، يبقى addicted to cars because they are more convenient. number 17 بيقول له don't make ولا don't have an excuse، يعني ما تعملش اي اعتذارات او اعذار، ما تخلقش اي اعذار اعذار your behavior لان السلوك بتاعك is non justifiable، يعني justifiable يعني غير مبرر. طبعا هنا make excuses يعني يختلق ايه اعذار، وطبعا احنا قلنا هنا justifiable يعني غير مبرر non justifiable. اوكي نمبر 18 بيقول لي in crowded cities، في المدن المزدحمة people should use more، لازم يستخدموا كثير من ايه اللي هي ايه طبعا ال public transport اللي هو النقل ايه الجماعي او اللي هو النقل العام. 19 average about 5 accidents take place in Egypt every day، المعدل طبعا من 5 حوادث بيحصلوا كل يوم في مصر. طبعا هنا هنختار on average، تاخد preposition on. 20 sharing journeys، ان احنا طبعا نشارك الرحلات مع بعضينا. or using the public buses، او تستخدم طبعا اتوبيسات النقل الجماعي is much kinder، طبعا اكثر ان هي طبعا تكون كويسة جدا to the، بالنسبة ليه بقى بالنسبة لل environment اللي هي البيئة. 21 public transport have many advantages cars، طبعا ليه مميزات على السيارات، هنا خدناها اللي هي over cars. في number 22 heavy traffic اللي هو الازدحام الموري has very bad effects، له تأثيرات على الناس، يبقى on people على الناس and can cause many health problems، ويقدر يسبب مشاكل ايه كثيرة للصحة. 23 in the last 10 years، آخر 10 سنوات the number of cars، أعداد السيارات on the roads in Britain، على الطرق في بريطانيا has by 30%، طبعا عايز يقول إن هي ارتفعت، يبقى gone up. over 3000 people، أكتر من 3000 شخص die every year، بيموتوا كل سنة in Britain، بيموت بسبب ايه في بريطانيا. طبعا هنا اللي هي الرود اكسيدنت اللي هي حوادث الطريق. 25,000 يعني حوالي عن 25,000 برير سنويا are caused by air pollution، air pollution بسبب التلوث الهوائي. طبعا هنا اللي هي الدس اللي هي الموت. 26 the increase of cars، نسبة زيادة العربيات انزلوز على الطرق is bad our health، احنا قلنا طبعا bad for or good for يعني سيء لي. 27 leave your car and walk or cycle، اترك سيارتك وامشي او اركب دراجة. this can
your money and keep you fit. طبعا ده بيقلل من ال يعني بيوفر فلوسك ويحافظ على اللياقة بتاعتك أو صحتك. هنا هنا save your money. save your money يعني ايه؟ يوفر فلوسك. 28 زائد one public bus can occupy 33 cars. يعني عايز يقول هنا اللي هم الركاب اللي هم الباسنجرز، ركاب الأتوبيس أو أتوبيس النقل العام يقدر بالظبط يشغلوا حوالي عن 33 سيارة. يعني الناس اللي راكبة في الأتوبيس ده يركبوا 33 سيارة بالظبط، يركبوا في 33 سيارة. 29 many accidents the roads are caused by heavy traffic. بعض الحوادث على الطرق بسبب ايه؟ الازدحام المروري. طبعا هناخد هنا ايه؟ on the roads. في نمبر 30 addiction اللي هو طبعا الادمان. cars is the road to destruction اللي هي ايه؟ to addiction to. don't sit around and complain action. يعني بيقول ما تقعدش على جنب وبعد كده تشكي، لا خدي اكشن، تيك اكشن. يعني السؤال ده بيعلمنا ان احنا نكون ايجابيين مش سلبيين. I have got to my daughter from school at 4 o'clock. يعني انا لازم ارجع او اروح اجيب اختي من المدرسة الساعة 4 اللي هي طبعا ايه؟ pick up. pick up هنا يعني يرجع ويلتقط. number 33 I have read a nice in the newspaper about the advantages of cars. يعني قريت مقال فين؟ في الجريدة عن مزايا السيارات. يبقى هنا article. article هنا يعني مقالة. sharing cars with others ان احنا نشارك مع بعضنا السيارات is much to the environment. طبعا هيكون افضل بالنسبة للبيئة اللي هي kinder. kinder هنا يعني اكثر تعاطفا مع البيئة. 35 why do you go to the shopping center. ليه بتروح الشوبينج سنتر؟ على الجانب الاخر of the town. طبعا على الجانب الاخر هنا يعني on the other side. on the other side. الجزء اللي بعد كده هنستخدم طبعا linking words، نركز مع بعضينا عشان اللي هو ما فهمش اللينكينج وردز يقدر مع يعني يفهم معانا طبعا ايه ازاي يستخدمها. نمبر 1 نمبر 1 هنا بيقول لي ايه؟ We know that cars cause pollution but we use them. هنستخدم however. استخدم however. احنا قلنا however بيربطوا جملتين. اوكي. فطبعا هنا هنقول We know that cars cause بتسبب البوليوشن. وهنا نكمل بقى المرة دي نحط نقطة. اوكي ونقول however كده however. ومع ذلك احنا نحط هنا كومة. we use them. we use them. ونجي في جملتنا number 2 يقول we know that cars cause pollution. احنا عارفين ان السيارات بتسبب البوليوشن but we use them. اللي استخدم also. استخدم ايه؟ also. يبقى نقول له also يعني بالرغم من yes we know احنا بنعرف that cars ان العربيات بتسبب cause pollution لكن احنا بنستخدمه we use
زن طبعا مش هينفع نحط هنا بط، لازم هي تتشال. نمبر 3 we know that cars cause pollution but we use them and استخدم in spite of. مثلا هقول لك in spite of بيجي بعديها verb plus ing اوكي او ايه تاني او noun، يبقى in spite of knowing، in spite of ايه knowing، بالرغم من معرفتنا yes that cars ان السيارات cause pollution بيسببوا التلوث. نحط هنا كومة ونكمل الجملة بتاعتنا اللي هي we use them. Number 4 cars produce a lot of pollution، يعني السيارات بتسبب كثير من ايه التلوث. Plus causing many accident، بالإضافة طبعا ان هي بتسبب كثير من الحوادث. الاستخدام as well as، as well as، كل اللي انت هتعمله ان انت هتشيل بلس وتحط مكانها as well as فقط، وتكتب جملتك عادي. yes هكتب جملتي اللي هي cars produce a lot of pollution وهكتب as well as yes، واكمل جملتي التانية اللي هي causing many accident. تعال شوف number 5 number 5 he is tall but all his children are short، لكن كل اطفاله او اولاده بيكونوا قصيرين. يعني استخدم also، يبقى نقول also بالرغم من he is tall، بالرغم من هو بيكون طويل he is tall، نقول له بقى كده ايه all his children، كل أطفاله are short، are short بيكونوا كلهم قصيرين. ونيجي قافلين كده ايه. تعال نشوف نمبر 6 نمبر 6 هنا بيقول لي he is not very tall، يعني هو مش طويل. he plays basketball real well، لكن هو بيلعب basketball جيد جدا. طبعا احنا نكتب جملتنا عادي ونحط بط في النص وخلاص اهي. yes تعال نشوف نمبر 7 I look like my mother، يعني انا اشبه ماما. my brother looks like my father however. طيب هتكتب جملتك I look like my mother، تحط نقطة، بعد كده تكتب however، however تحط بعدها كومة، تكتب الجملة التانية اوكي. تعال نشوف نمبر 8 I continued working، انا استمريت في العمل. I was really tired yes، يعني هتقول also بقى yes، يبقى هتقول also I was really tired، بالرغم ان انا كنت متعب yes also I was really tired، بالرغم ان كنت متعب. وتقول له بقى ايه I continued working، I continued، وتكمل لغاية ايه الاخر. في نمبر 9 I'm going for a run، انا رايح طبعا اتمشى. it's raining، طبعا هستخدم also، يبقى also بالرغم من it's raining ان هي بتمطر اوكي. ايه اللي حصل؟ تقول له I am going، وتكمل ايه for a run، for a run. number 10
نمبر 10 The bus was late. الأتوبيس كان متأخر. We arrived on time. إحنا وصلنا في ميعادنا. Yes. طبعا أنت هتكتب جملتك عادي، تحط بط في النص وتكمل جملتك إيه التانية. نمبر 11 نمبر 11 بيقول The garden isn't very nice. يعني الحديقة مش كويسة ومش لطيفة. I like the house. لكن أنا حبيت الهاوس. تكتب جملتك الأول. أوكي. طبعا هنحط فول ستوب، ما تنساش فول ستوب. بعد كده نحط هاويفر، نحط بعدها كوما، تكتب الجملة التانية بتاعتك. نمبر 12 They have lots of money. يعني هم معاهم كثير من الأموال. They aren't happy. على استخدم in spite of. أفكرك تاني in spite اوف لازم يجي بعدها نون او فيرب اي ان جي. يعني ما ينفعش اقول هنا كده، لازم اقول having. يبقى in spite of having lots of money. lots of money بالرغم ان هم معاهم كثير من الاموال. اللي حصل بقى they aren't happy. تكتب الجملة التانية بتاعتك. اوكي. نمبر 13 people have skin. الناس عندهم جلد. لكن animals have fur. لكن الحيوانات فيها ايه؟ فر، يعني فرو. تكتب جملتك الاولانية، تحط بط في النص، تكمل جملتك ايه التانية. في نمبر 14 he passed his exam. هو نجح في الامتحان. he didn't study well enough. اللي استخدم الزو، يبقى نقول له الزو. انا ممكن احط الزو في النص. يعني هنا اقول ايه؟ he passed the exam. he passed the exam يعني هو نجح في الامتحان. although بالرغم من. yes. although he didn't study well enough. yes. واقفل الجملة بتاعتي. لو انت عايز تحطها في الاول يبقى تقول although he didn't study well enough. بالرغم ان هو ما ذاكرش كويس. he passed the exam. تعال نشوف نمبر 15 heavy traffic. يعني بيقول لك الازدحام المروري causes pollution plus road accident. هل استخدم also؟ طبعا هتشيل هنا plus وتقول له ايه بقى؟ هتقول له هنا heavy traffic. heavy traffic causes بيسبب pollution التلوث. yes. هنا تقول له بقى it جملة جديدة. yes أو and it. هنا بقى تقول له it is also. okay. road accident أو causes بيسبب اللي هو ايه الرود اكسيدنت. رود اكسيدنت. تعال نشوف اللي بعديها نمبر 16. نمبر 16 ال heavy traffic causes pollution and causes road accident too. هو عايز يشيل هنا طبعا تو ويحط هنا addition. هنا addition. yes. طبعا هنا يقول heavy traffic causes pollution in addition it causes road accident. يعني نحطها فين؟ في النص. نحطها فين؟ في النص. هنشيل and ونحطها ايه في النص.
يبقى نكتب جملتنا اللي هي heavy traffic causes pollution. اوكي نشيل طبعا ايه and ونحط هنا addition. اوكي بالاضافة الى it causes بيسبب وتكمل بقى اللي هي الرود اكسيدنت رود ايه اكسيدنت وتشيل تو. في نمبر 17 people don't use public transport they don't walk or cycle. قال استخدم ايه ايزر. ايزر تيجي في نهاية الجملة ايه المنفية. هتكتب جملك كلها اوكي تقول they don't walk or cycle either. واحط either فين في الاخر. نكتب الجملة اللي بعد كده number 18 بيقول لي leg power can save your money and also keep you fit as well as as well as هنا بتربط جملتين عادي اوكي. يبقى هنا هتكتب جملتك leg power can save your money تشيل and وتحط as well as اوكي وتكمل ايه keep you fit. number 19 public buses have advantages over cars but cars are more convenient. yes طبعا هنستخدم also. ممكن نشيل بط ونحط also في النص. نحط also فين في النص اوكي. يعني الاول نقول cars are more يعني اكثر convenient convenient يعني اكثر ملائمة اوكي. وبعد كده ايه نحط بقى ايه also بالرغم من public buses have advantages yes over them. تكتب بقى الجملة ايه التانية. خش بقى على number توني اخر حاجة heavy traffic has bad effects يعني ليه تأثير سيء جدا on people and can cause many health problems. اول حاجة تكتب جملتك عادي وتيجي لغاية عند تشيلها اوكي وتيجي كاتب ايه بقى او تخلي عند عادي and it can also. احنا قلنا ان also هنا بتيجي بعد المودلز او تيجي بعد verb to be المودلز اللي زي كان اهي. يبقى it can also cause وتكمل لغاية الاخر many health problems اوكي تمام. ده بالنسبة ليه للريرايت اللي كان معانا. الجزء اللي بعد كده هو طبعا اكسرسايز على السبلاي اللي هو عبارة عن conversation محادثة او dialogue بين boarding official وبين traveler. طبعا boarding official ده اللي هو موظف اللي هو بيبقى مسؤول عن التذاكر او الباسبورت او على ظهر سفينة ظهر مركب ظهر طيارة. يقول له good morning how much. سأله سؤال قال له الترافلر اللي هو سافر just one suitcase. suitcase هنا يعني معي ايه حقيبة واحدة بس. فلما يجي يسأله هنا بيقول له how much طبعا بيجي بعدها اسم مفرد لا يعد اللي هي ايه luggage. اسمها ايه luggage اللي هي يعني كم كمية اللي هي الحقائب have you got اللي معاك. yes قاله just one suitcase. ننقل بقى على الحتة اللي بعد كده بيقول له البوردنج اوفيشال قال له سؤال قال له travel here is passport and ticket. اتفضل اهو الباسبورت والتيكت التذكرة. قال له I'd like a non-smoking seat وانا مش عايز كرسي يكون فيه اللي هو تدخين.
يبقى كده يسأله هنا يقول له يبقى البوردنج اوفيشال، هيقول له فين طبعا تذكرك تذكرتك او الباسبورت، ممكن هنا يقول له كان اي سي، ممكن اشوف يور باسبورت اند تيكت، وكمان التذكرة بتاعتك. اوكي، وطبعا يجي في السؤال البوردنج اوفيشال قال له اوكي هيرز يور بوردنج باس، اتفضل. الترافل قال له سؤال، قال له يس اتس ا نون سموكينج سيت، اوكي. قال له يس ات از، يبقى هنا لما تشيل شيل يس وتعمل عملية مص يبقى تبدا ب از ات، از ات، وتكمل بقى ا نون اوكي سموكينج سيت، يعني هل هذا مقعد بدون تدخين؟ قال له يس ات از نون سموكينج سيت. اللي بعد كده سأله سؤال، قال له ايه البوردنج اوفيشال جيت 15 هاف ا نايس فلاي سير، يعني اتمنى لك رحلة سعيدة. وقال له بابا ايه بوابة 15. يبقى لما يجي يسأله هنا يقول له ويتش جيت، يعني انهي بوابة، ويتش جيت شود اي go to. اوكي، ده بالنسبة ليه للكونفرزيشن، المحادثة او الديالوج. ده طبعا كل اللي كان موجود معانا على يونت 12، فاتمنى ان احنا نكون استفدنا. ما ننساش طبعا نعمل شير للفيديو لو هو طبعا القناة عجبك او الفيديو عجبك والشرح انت بتستفاد منه، خلي زمايلك يستفادوا هم كمان من ايه من الشرح، لان فعلا في ناس بتبقى محتاجة القناة بس هي مش تعرفش توصل لها لانها مش ظاهرة عندها. Thank you. Good boy.